في البداية أحب أشكركم أنا وكل عيلة آي سي بي على الثقة الكبيرة اللي شفناها ولمسناها من أول يوم بدأ فيه التقديم لمدرستنا. بنوعدكم أن نكون قد الثقة دي ونكمل مع بعض المشوار. بس زي ما قلت قبل كده، مش عشان نبني مستقبلهم، لأ، عشان هم يكونوا قادرين يبنوا مستقبلهم بإيديهم. ولفوق ده اشتغلنا أنا وفريق العمل علشان آي سي بي تكون مش بس مدرسة انترناشنال بتشتغل بمناهج أمريكية، لأ، كان لازم كمان نصنع الفارق اللي خلينا متميزين لسنين طويلة. في الأيام اللي فاتت كتير من الناس سألوني عن جودة التعليم بالمدرسة، عن مدرسينها، عن نظام التعليم، المناهج، يعني اعتماد مدرسة دولية، وهل في توأمة بيننا وبين مدارس أو جامعات أخرى؟ هكلمكم أول حاجة عن التعليم، وده الأساس اللي اشتغلنا عليه من أول يوم. عندنا مدرسين مؤهلين ومدربين بأقوى الشهادات المعتمدة في مجال التعليم، جبناهم من كل مكان في مصر بخبرتهم الطويلة على مدار السنين اللي فاتت. ده بالإضافة لمدرسين ورؤساء أقسام مش مصريين، أمريكان مؤهلين وعندهم خبرات طويلة في التعليم، ده غير تأهيل وتدريب كل المتقدمين اللي هيجولنا من مدرسين وإداريين اللي هيتم تعيينهم في الأيام اللي جاية، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة لغاية ما نبدأ عنا الدراسة الجديد. مش بس كده، احنا بنستفيد من تجارب مدارس أجنبية خارج مصر، عشان كده عملنا توأمة مع 2 من أكبر مدارس سويسرا وكندا، عملنا معهم سيستر سكولينج. ده غير اتفاقيات مع الجامعات المصرية والأجنبية اللي تدي لأولادنا مزايا كتير محتاجة تشرح في أول سيمينار نتقابل فيه مع بعض. أما عن كل الفاسيلتيز من ملاعب أو مسرح أو حمامات سباحة أو مكتبات أو جيم أو غيره أو غيره، فهي مش موجودة بس للترفيه، وإن ده كان برضه مهم، إنما هي كمان علشان تخدم العملية التعليمية. كنا اتكلمنا عن تكنولوجيا الـ VR والميكاترونكس لاب، إحنا كمان عملنا بيج ميجا ستوديو عشان ننمي الكوميونيكيشن سكيلز اللي تقدر تخلي كل ابن من ولادنا يعبر عن اللي جواه هو مذيع قدام الكاميرا، أو يصور نشرة أخبار أو أغنية ألفها أو بيغنيها. كل الإمكانيات الموجودة بالمدرسة بنجهزها علشان تكون مراكز تدريب متخصصة تطلع فنانين وموهوبين، وتبقى المدرسة هي المكان الوحيد اللي يقدر يوفر لولادنا البيئة المناسبة لقدراته، ويوفر وقت وجهد كبير وأعباء مالية بتروح في تدريبات خاصة سواء في نوادي أو مراكز متخصصة. عملنا بقى educational platform، وده اللي عايز اتكلم عنه بتفصيل اكتر شوية، عشان اولاد امور يقدروا يطور مستوى التعليم لولاده. وكمان اولادنا مش بس هنحدد نقطة القوة والضعف عندهم، ده احنا كمان هنديهم remedial program علشان نعالج نقطة الضعف، لان نؤمن طول عمري ان الاسلوب العلمي في ادارة اي عملية تعليمية رغم انه مكلف جدا الا ان هو الطريق الوحيد للنجاح. والبرنامج ده هندرب عليه كل اولياء الامور بداية من شهر يونيو القادم، ومش هنسيبك إلا ما تمتحن عليه وتاخد شهادة بالتدريب. نقول كمان الأدميشن تيست اللي هنعمله لولادكم في يوم الجاي، ده مش عشان ينجح أو يدخل المدرسة، ده عشان يقيس مستوى ابني في كل مادة. لا مش بس كده، ده هيقول لي يا ترى ابني في ريدنج في الإنجليش مثلا مستواه لو هو في جريد 6 يؤهله مستوى جريد 4 فأقدر أعالج نقط الضعف، أو يؤهله لمستوى جريد 8 فأقدر أجهز له برنامج يطور كمان من قدراته، ولا هو أون ذا ليفل. التقرير كامل بالتفصيل هيوصل لكل ولي أمر من هيئة امتحان دولية محايدة مش المدرسة، يعني المدرسة نفسها هتستلم التقرير زيك بالظبط وهتشتغل عليه. طب هقول كمان، احنا مش هنكتفي إن احنا نستخدم امتحان دولي في الأدميشن لكل مراحل التعليم، احنا هنكرره 3 مرات في السنة علشان نعرف عن طريق نفس التقارير اللي بتجينا من بره يا ترى ولادنا مستواهم بيتقدم ولا ثابت، هما فين من مستوى كل الطلاب في المدارس الأمريكية مش في مصر، في العالم. في الحقيقة البلاتفورم بتاعنا فيه إمكانيات كتير وعشرة التفاصيل برضه محتاجة إن احنا نشرحها في أقرب سيمينار، لأن ده هيبقى هو أهم قناة للتواصل بين الطالب والمدرسة والبيت. نيجي بقى للهاي سكول اللي بتبدأ في مدرستنا من جريد 9. كورسات السات هتكون بالمدرسة،
احنا مسؤولين عنها مسؤولية كاملة، لان ولادنا لازم ياخدوا خدمة تعليمية متميزة. هنجيب اكبر اسماء لغاية مدرستنا، ولادنا مش هيتعبوا انهم يروحوا في اي مكان خارج المدينة او يواجهوا اخطار الطريق او العبء المادي. احنا هنتكفل بكل التكاليف الكورسات. اخر حاجة، احنا عملنا فصول ومكتبات ومعامل بتصميم مختلف وكلها انتر اكتف. عملنا اول مدرسة صديقة للبيئة بتعمل بالطاقة الشمسية. احنا عندنا اكبر محطة طاقة شمسية في مدارس مصر، مش لسه بتحميها من قطاع الكهرباء بشكل متكرر، لا لا، ده كمان بنحقق فكرة الجرين سكول. العالم يفكر كده علشان نبني فكر اولادنا زي اطفال العالم كله باحساسهم بالبيئة ومسؤوليتهم تجاه ارضهم. الحكاية مش بس كتاب، الحكاية فكر وعلم وثقافة. ابني من خلال الشاشات الموجودة بالمدرسة هيعرف كل ساعة احنا وفرنا الإضاءة لكام بيت في مصر، وانه ساهم مع مدرسته في تقليل كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وقدر يساعد في حياة كام شجرة. ابنك وابني هيشاركوا في إدارة منظومة محطة طاقة شمسية. استنونا بقى في فيديو قريب نتكلم عن نوعية المناهج ويعني ايه مدرسة معتمدة، وزي ولادنا يقدروا يدخلوا اي جامعة في مصر او العالم. اوعى تنسوا ان International College of Banha Crossing the Borders of Excellence ICB.